تابعنا كرام متابعين موهبة بصراحة، معكم محمد الجندي، واليوم قضية جديدة تقشعر لها الأبدان و يعني تثير غضب كل من سيرى ذلك الليل. معانا النهاردة طبعا المهندس محمد عبد المنعم. مهندس محمد يعني كان رجل أعمال و يعني دار به الزمن إلى أن وصل إلى تلك الحالة، من رجل الأعمال يمتلك ما يقرب من حوالي 20 مليون جنيه ومصنع إلى قعيد في الفراش، قعيد في الفراش 7 سنين، قعيد كما نرى الآن مصاب بمرض، ووصف ذلك المرض بأنه التهاب في الغدد الليمفاوية. للأسف ما بيتحركش، وزنه 240 كيلو، فيش حركة، بالإضافة إلى العديد من الأمراض اللي أصيب بها. من رجل أعمال كما ذكرنا منذ قليل يمتلك ما يقرب من 20 مليون جنيه إلى قعيد الفراش، قعيد الفراش، وتبرأ منه الأهل والأصدقاء بعد أن خسر كل أمواله. النهاردة هنسمع منه الحكاية وهنشوف إيه اللي نقدر نقدمه ليه، وإيه اللي أي حد حابب إنه يساعده هو محتاج ايه بالظبط. باشمهندس محمد مشرف ان نقول على الموقع بصراحه، قول لي الحكايه بدات ازاي. الحكايه بدات ان انا من 2008 كنت بسعى ان انا اعمل حاجه لبلدي، بان مصر ارض خصبه يعني، فجبت مجموعه ايطالي كانت اول مره تنزل مصر هنا. بالراحه هندسه، بس عشان احنا نسمع صوت كويس. جبت انا جبت مجموعه ايطالي، مجموعه ايطالي، شركه ايطاليه، الشركه دي كانت اول مره تنزل مصر هنا، دي كانت متخصصه في مجال الاستثماري اللي هو مجال الملابس الجاهزه، بان انا افتح اكمل بقيت عشان مصر لها ارض ولها اسبقيه في موضوع الاستثمار ده. ف الناس رحبت بالفعل وقالوا طب هنيجي نشوف الوضع الارضيه عامله ازاي. انا شجعتهم وقررنا ان احنا نعمل مصنع هنا، وبالفعل ان انا بدات اسعى ان انا اجيب ارض او اجيب مصنع جاهز ونشتغل فيه. اللي حصل ان بدات ابدا افتح علاقاتي الخارجيه مع بعض من الشيوخ لهم ارضيه في مصر هنا، بس شغالين تبع الشق العقاري. هو الشيوخ الاماراتيين زي ما انت قلت؟ لا، كان الشيخ لا شويه فيها، فلا بد ان احنا ننتظر شويه. الكلام ده كان ايام الثوره صح؟ الايام دي اول ما قربنا ايام الثوره 2010. فالمهم هو استدعاني واخدني في دبي، وتم التوقيع، وجبت ارض بالفعل داخل المنطقه الحره، بس كانت ارض او بيهاب شويه يعني لحد ما اشوف الدنيا وصلت فين. اجى اخ ناس عرفونا عليه وانا في دبي، وقال لي طبعا احنا انا ممكن احط ايدي في ايدك، انا معايا في اسماعيليه مصنع، بس ده مصنع جاهز كان عباره عن 5 خطوط وكان شغال، وكان بس مشكلته ان صاحبه كان قاعد في دبي بس مش عارف يدوره يعني. كان في اخدت منه البضاعه بتاعته، كان في البضاعه تعدت اللي في حدود 1,300,000 دولار ايامها، واتفقت وان هيتم تشغيل المصنع وهنشتريه. بس حصل للاسف واقعه انا ما تخيلتهاش ان هي تحصل. او انا موجود النهارده هنا. ايوه للاسف للاسف للاسف. 7 سنين اقول ان انت مشرد صح؟ للاسف للاسف للاسف. 7 سنين ما فهم عاملين مشرد ما بين المؤخر، وثم يعني رسم بها الحال الى الشقه
زي ما احنا شايفين كل متابعين موقع بصراحة، ومريض مرض الوزن ما يقرب من حوالي 240 كيلو، ثم المرض طبعا زي ما احنا شايفين في القدم، المرض وصف بأنه التهاب في الغدد الليمفاوية ليس مرض الفيل، والوضع هنا صعب جدا لكل متابعين موقع بصراحة. مرض محمد، انت محتاج ايه؟ هو انا ما... ان انا محتاج، مش عايز امد ايدي لحد، مش انت ع... عايز فلوس، انت عايز تتعالج، عايز انا ترفع رجلك تاني. مش عايز ان انا امشي، انا عمري ما امشي ان انا اقول لحد اديني. انا نفسي نظرة من الناس اللي عارفين مين ان انا نفسي اقف تاني. واحد عنده لسه 47 سنة، انا لسه عندي 47 سنة، يعني المفروض ان انا اكون اوجه شبابي، لان كان عنده طموح كبير جدا وناس كتير عارفة جدا في الدولة دي ان انا كنت بطمح. يعني انت معروف من قبل المسؤولين في الدولة ايام النظام السابق النظام السابق والنظام الحالي، والنظام الحالي كمان. انا ليا اصدقاء ابو هشيمة وكل دول. انا كنت لفترة قريبة، يعني احمد ابو هشيمة يعرف مين؟ يعرف المهندس محمد عبد المنعم. ناس كتير، احمد ابو هشيمة وناس كتيرة جدا اصدقاء ليا. انا مش يعني الموضوع مش موضوع ان هم، انا اتشرف ان هم أكيد كانوا طبعا، أكيد اصدقائي، طبعا. وان بس هي الفكرة كلها ان انا يعني اتحطيت في خانة مش في خانتي، وللاسف اتعمل عليا كومبين انا ما كنتش اعرفه ما بين مدير مصنع والمحامي، وللاسف للاسف الاوراق. هو حاليا راجل في السجن بسبب ربنا مشكلة أمنية. حد مش مصر. محمد قول لي انت عايز ايه بس. اللي أنا نفسي بس تعفون عن السؤال، نفسي ده أمنية حياتي، إن أنا أبعد، إن أنا ما أجيش كل لحظة أقول نفسي، مش هقول آكل، لأ، إن أخبر أقول لحد أنا محتاج يا جماعة، إن أنا ما أمشيش من المكان دوت، أو ما أمشيش مش عارفة إيه، أو مش لاقي العلاج الدواء. هو ده اللي نفسي فيه، إن أنا أبعد عن السؤال، لأن مش هقدر أنزل ألف على الناس وأقول لهم ادوني ما أعطاكم الله، مش هقدر، أنا مش هقدر. الأهل تركوك والأصدقاء أيضا. للأسف ما هو هم اعتبروني سفيه. ما هو أنا آسف يعني، أما واحد يضيع صح يبقى سفيه، بس صدقني أنا ده كان غصب عني، ده كان غصب عني. يعني أنا كنت داخل يعني مصنع معروف ومحامي ومدير مصنع، وأنا قعدت فيه 21 يوم. أنا استلمت المصنع 21 يوم، أنا استلمت المصنع بالفعل، مش كلام، مش إن أنا أقول لك لأ، بس للأسف هم استغلوا التوكيل اللي أنا عملته بأن هم لعبوه من ورايا وأخدوا نقلوا كل حاجة باسم الراجل. لكن يعني محمد، سؤال أحب أسأله لك ويعجبني، يعني ولكن حضرتك الرد كمان، يعني هل المهندس محمد عبد المنعم ظهر مع أحد في يوم من الأيام فدار عليه الزمن؟ ظلمت حد؟ تصدقني أصدقك أن هو السؤال ده اتسأل وكان تصدقني أصدق تصدقني طبعا تصدقني أصدق. أنا أيام الثورة في عز الثورة، بوجود شهود، أنا خدت مصنع في بورسعيد وأعدت تأسيسه، وقلت الأقربون أولى بالمعروف. كان هم الأقربون، هم أول الناس اللي كانوا بيحفروا لي الخية عشان يوقعوني، لكن هم لو كانوا وقفوا في ظهري كانوا هشوفهم. يعني انا اللي ظلمته، بس ان انا ايام زي ما قلت لك ان الراجل اللي نصب عليا ده اما اخد مني الشقق بتاعتي وعربياتي، وكان ليا فلوس انا خدتها من اصدقائي. عندك 3 شقق ايوه، وغيره ما شاء كان الله. عندي كان عندي 3 شقق في مواقع حلوه جدا في بورسعيد، ان تم بيعها. ما انا اقول لك، انا اتعمل لي كومبين غريب جدا. لو انا هحكي لك القصه بتاعت كيفية اتسرقت في 4 ساعات، يعني الشق مدبر
ويعني انا بعت الناس والناس باعوا بعدها بثلاث اربع ايام، ثلاث شقق وثلاث عربيات. وللاسف انا اديت له مليون ونص في ايديه من ايد صحابي، بمحض ان هم عارفين ان انا هجيب مصنع. وصحابي ما اشتكونيش، يعني هم اصحابي اللي عملوا ان هم بعدوا عني ما اشتكونيش، لحد ما تروح تقدر تتصرف نفسك لانهم عارفين انا مين. بس للاسف دخلني هو في دوامه، دوامه انا لحد اللحظه دي انا طبعا مش قادر اخرج منها. انا ايام التجأت حبيت اعمل محضر في الهيئه العامه للاستثمار، كانت الدنيا كانت كلها واقفه، وقالوا لي التجأ للبلطجيه والتجأ. وانا طبعا انا اسف، انا عمري يعني حتى ما كنتش اعرف من دول، ولا من عملي لبيتي من بيتي العملي، حتى السيجاره ما كنتش اعرفها، يعني السيجاره نفسها يعني اشوف هم بيشربوا سجاير ما كنتش حتى اعرف الا غير ما هم بيشربوها. شكرا ليك يا باشمهندس، شكرا ليك، شكرا ليك جدا. طبعا كل متابعين موقع بصراحه الكرام، زي ما احنا شايفين مهندس محمد عبد المنعم من رجل الاعمال الى يمتلك ثلاث سيارات والعديد من الشقق ومصنع في بورسعيد، الى رجل قعيد الفراش في غرفه كما ترون الان. طبعا المهندس محمد عبد المنعم 240 كيلو، مصاب بمرض التهاب الغدد الليمفاويه في قدمه كما نرى الان، مصاب بالعديد من الامراض والتعفن وغيرها، ولكن نسال الله العلي العظيم ان يعني يجعل له احد من رجال الاعمال اللي هو هم بيقول ان هم اصدقائه وبيقول ان هو عارفهم يقفوا جنب المهندس محمد عبد المنعم صاحبهم او معرفتهم ويساعدوه، ويقفوا جنبه يقدر 47 سنه يقدر يقف على رجلين تاني. شكرا لكم كل متابعي موقع بصراحه، كان معكم محمد الجندي.